أشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال. كما أشاد البنك بخطوات مصر في زيادة نسبة الطاقة المتجددة والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نوفي محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. جاء ذلك في التقرير الانتقالي لعام 2023-2024 والذي أصدره البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية من أجل تعزيز التحول إلى اقتصاد السوق المفتوح وتشجيع ريادة الأعمال. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملية شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه. وربح رأس المال السوقية 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.836 تريليون جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة تقدر ب 1.6% ليغلق عند مستوى 26,250 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة تقدر ب 1.32% ليغلق عند مستوى 6,220 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 1.9% ليغلق عند مستوى 8,809 نقاط. أظهرت بيانات حكومية سعودية أن معدل التضخم السنوي في المملكة تراجع إلى 1.5% في شهر ديسمبر الماضي من 1.7% في الشهر السابق. وأفادت هيئة الإحصاء السعودية أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت 9% في شهر ديسمبر، ما أدى إلى ارتفاع مجموعة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 7.5%. وذكرت الهيئة أن معدل التضخم السنوي بلغ 2.3% في عام 2023، وهو أقل من التقديرات الحكومية بالتضخم عند 2.6%.